عندي لك واحد الخبر زوين. بحالاش؟ يمكن لك تمشي عند مدخل متساقي باش دير التستامون. نو خالتي ما تقوليهاش. كي درتي؟ ما تعرفش خالتك علاش ما قادره. برافو خالتي والله ما عندي ما يتسالك. ولكن ضحيت بمية باش نربح لا فامي. ماشي مشكله خالتي، لو بلوز امبورطون هي لو تستامون خصو يدار. سمحوا لي اجي عندكم في هذا الوقت هذا الكريم، ماشي من عادتي. انا راه نيشان واللي في قلبي في لساني. انا يلاه عرفت داكشي اللي وقع ما بين ميا وولدي علي، حيت عاودت لي كلشي البارح، وانا دابا جيت طالب وراغب في يد ولدكم البنتي. وجديده هذه كانش خبار الدار، دابا انت جاي تخطب بنتك لولدي، منين جبتي هادي؟ اسمع اخويا صالح، حنا فاش تلاقينا خونا قلبنا على بعضياتنا واتفقنا باش كل واحد يشد الطريق ديالو، ولكن ولادنا لقاونا واختاروا الطريق ديالو، خصنا نعاونهم. انا مني عاودت لي بنتي كلشي فرحت وقلت انا غنجيب رجلي نخطب ولدي عالي لبنتي باش تبقى الامور واضحه بيناتنا. واضحه انك انت؟ انا بغيت نفهم واحد القضيه الدار. دخلتي لداري النهار الاول ديتي ليا الكبير، هذاك خليته لك سامحت لك فيه، هذاك راه باطل. ولكن باش جيتي وتهز ليا الدري اللي خرجت به من هاد الدنيا، هادي واخا طيح الروح عمرها ما غتكون. سير اخويا خدم عقلك شويه، ولدك بغى بنتي وبنتي بغات ولدك، شنو؟ واش نخليهم داو يتلاقاو في التخبيه تنطيحو في الحرام؟ السيد اللي كيهضر على الحرام وتمل فوق تحت، كلك حرام، فلوسك حرام، حياتك حرام، ودارك حرام، ولادك كياكلوا ماكلة حرام من صغر هو بحالك، كان ديما كيبغي هو الزيادة بحالو بحال البحر. ملي كنقول ليه حشومة عليك الدار راه الحرام هذا، كان كيقول لي خلينا خويا نستغلوا الصيف، خلينا نستغلوا البحر. واش دابا انت منصب راسك إمام كتحلل وتحرم كيف بغيتي؟ ها؟ أنا خدمت دمرت وحفرت في الصخر باش نربي بناتي ونقريهم احسن قرايه، الحمد لله انا بخيري وخميري وحفايدي دايرين بيا، وعارف باللي انت رافض انني نعاونك. ما جيش باش نعاونك، جاي باش نعاون ولدي عالي وبنتي بيا. علاش ما نديروش يد في يد ونجمعوا الشمل ونفرحوا بولادنا بزوج؟ سير الدار سير، سير مدي ديك لشي حد اخر.